بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد رسول. ما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد بقصة داود عليه الصلاة والسلام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القراءة الآن تكون من سورة البقرة في أول ما ذكر داود عليه الصلاة والسلام فيه فيما صنعه عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤتيه الله سبحانه وتعالى النبوة. نعم. قال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم ترى، هذا فيه التشويق لما سيأتي، يعني تقول لبعض الناس ألم ترى ماذا حدث، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، هذا للتشويق. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى يعني إلى ما حدث، ألم ترى إلى الملأ يعني من لهم الرأي والمشورة ومن كان لهم يعني نسب وعلم من بني إسرائيل، وقد تقدم معنا أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، هذا فيه أن داود عليه الصلاة والسلام متأخر في النبوة والرسالة، يعني جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام بزمن. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام إذ قالوا لنبي لهم، لم يذكر هنا هذا النبي يعني من هو. طيب، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إذن أرادوا أن يكون لهم ملك حتى يجتمعوا عليه، والله أعلم كما يقول بعض المفسرين أنهم يعني كانوا قبائل أو عوائل وما إلى ذلك، وخافوا أنه إذا خرج واحد يعني لا يجتمعوا عليه ويحصل بينهم نزاع، فطلبوا من نبيهم ولم يذكر هذا النبي من هو عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ملك حتى يجتمعوا عليه ويقاتلوا. نعم، اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في سبيل الله هذا يراد به الإخلاص، ومن قاتل لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا فهو في سبيل الله. أجابهم نبيهم عليه الصلاة والسلام فقال: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قال هل عسيتم يعني إذا كتب عليكم القتال هل ستقاتلون أو سترجعون ولا تفوا بهذا الذي أردتم. وهذا الذي قاله لهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقع كما قال لهم إلا من بعضهم. نعم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ذكروا السبب الذي لا يجعلهم يرجعون على القتال في سبيل الله، أنهم أخرجوا من ديارهم يعني طردوا منها، وأن أبناء هؤلاء في السبي، فلماذا لا يقاتلون؟ أخرجوا من ديارهم وسبوا ذراريهم، يعني هؤلاء ظلموهم بهذا، فلهذا أرادوا أن يقاتلوا. نعم. فماذا حدث؟ نعم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. نعم، هذا الذي قاله له نبيهم عليه الصلاة والسلام، أغلب هؤلاء صنع هذا الذي قاله لهم، لم يقاتلوا. نعم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم.
للظالمين. فالله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهذا فيه أن الإنسان دائما يتمنى، وإذا حصل له المطلوب قد لا يفي، ولهذا لابد أن العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. ولهذا عندما نسمع نحن المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملك، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لهم هذا الملك وهو طالوت. نعم، إن الله قد بعث لكم، ليس أنا، يعني ليس هذا النبي هو الذي بعث لهم هذا الملك، بل هذا الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان الواجب عليهم أنهم يمتثلوا هذا الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، هذا الملك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم هو طالوت. نعم. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يعني كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لماذا؟ لأن ليس له نسب وليس له يقول مال، يعني فقير. اعترضوا بهذا. والواجب على المسلم إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى أن يسمع ويطيع لأوامر الله سبحانه. أنى يكون له الملك علينا، نعم، ونحن أحق بالملك منه، لأن هؤلاء هم الذين لهم يعني النسب والجاه وكذا. نعم. ويقول ابن سعد رحمه الله تعالى، يقول مقومات الملك اجتمعت في طالوت: علم وبسطة في الجسم وآتاه الله سبحانه وتعالى الملك. هذا جانب. الجانب الثاني سيأتي أن الله سبحانه وتعالى حتى يطمئن هؤلاء أتاهم التابوت الذي فقدوه من زمن. نعم. فقال: قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وهذا الذي ذكروه ليس يقول ليس من مقومات الملك. نعم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اصطفاه الله سبحانه وتعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. فالقوة في البدن والعلم في تدبير الأمور وتدبير أمور الدولة استحق هذا أن يكون هو ملكا عليهم. نعم. وزاد على هذا قال: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. نعم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار ويؤتي ملكه من يشاء. نعم. وقال له والله عليم، عليم بمن يختاره للنبوة والرسالة والملك وما إلى ذلك. نعم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. واحد واحد. نعم. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. يعني هذا من الآيات الحسية، أن يأتيكم التابوت الذي فقدوه. هذا التابوت فيه أشياء مما ترك موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، وقال بعض المفسرين فيها عصا موسى عليه الصلاة والسلام وبعض الأشياء، والله أعلم. نعم.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم حتى يعني تسكن أنفسهم ويرضوا بهذا الملك، يعني تأتي هذه الآية الحسية. نعم، وهذا التابوت تحمله الملائكة عليهم السلام. نعم، هذه آية من الله سبحانه وتعالى. نعم، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم، فهذه آية إن كنتم آمنتم بالله سبحانه وتعالى فلا بد أن ترضوا بهذا الملك. نعم، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. الآن تولى الحكم هذا الملك طالوت وانفصل يعني عن الناس بجيشه، فلما فصل طالوت بالجنود أراد أن يختبر هؤلاء هل هم على السمع والطاعة أو عندهم شيء من العصيان، فإذا كانوا في حال السلم لم يطيعوا هذا الملك فما بالك حال الحرب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، وقد تقدم معنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية حتى وإن كانت يسيرة قد تؤدي إلى أمر عظيم. الرماة مثلا في أحد عندما لم يسمع بعضهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونزل حصلت الهزيمة لمعصية يعني يسيرة. فهذا الملك أراد أن يختبر هؤلاء، عندما مروا بنهر ماذا قال لهم؟ نعم، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني لم يصبروا ساعة، فكيف يصبروا على قتال ساعات وقتال هؤلاء الذين يقال عنهم أنهم عمالقة. نعم، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم، وأذن لهم أن من أراد يعني إذا كان هناك العطش الشديد لديه يغترف غرفة بيده. نعم، إلا من اغترف غرفة بيده. إذن هذا أمر يسير عليهم، لكن هم ما استجابوا لهذا وعصوا هذا الملك، ولهذا يعني الآن تفرق الجيش. نعم، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. هؤلاء القلة هم الذين استجابوا لطالوت، وكان منهم داود عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب إيراد يعني إيرادنا هذه الآيات حتى يكون هذا هو المدخل لدراسة قصة داود عليه الصلاة والسلام. نعم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لأنهم نظروا إلى هذا الأمر أنهم قلة الآن أصبحوا وهؤلاء كثرة وعماليق، فماذا يعني يصنعوا؟ قالوا لا طاقة، لا نستطيع على قتال هؤلاء. نعم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن ليس الأمر على القلة والكثرة، العبرة بالإيمان بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن القلة قد تغلب وأن الكثرة قد تهزم، ولا نغتر بالكثرة والعداء والعتاد والعدة، وإنما لابد أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والله مع الصابرين، ومن كان الله سبحانه وتعالى معه لا يهزم. نعم،
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. الآن عندما برزوا للقتال ورأوا هؤلاء وتراءى الجمعان دعوا الله سبحانه وتعالى، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن القتال الآن بين أهل الإيمان وأهل الكفر. نعم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. فهزموهم بإذن الله. إذن القلة الآن أصبحت يعني كثرة، والكثرة أصبحت قلة، ليس على ما ينظر هؤلاء. نعم. كما حدث يقول في بدر. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. مكن الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه السلام داود عليه الصلاة والسلام بأن قتل قائد هؤلاء جالوت. نعم. وآتاه الله، آتاه الله يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا النبي داود عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى آتاه. نعم. قال وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. جمع الله سبحانه وتعالى لداود عليه الصلاة والسلام بين النبوة والملك، وهذا من فضائل داود عليه الصلاة والسلام. وقالوا أن بني إسرائيل كان لديهم الملك مع النبوة، يعني نبي ومعه ملك، وثم بعد هذا تفرقوا وحصل ما حصل حتى جمع الله سبحانه وتعالى لداود عليه الصلاة والسلام بين الملك والنبوة، آتاه الله سبحانه وتعالى وعلمه مما يشاء. نعم. نعم. وآتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء. علمه الله سبحانه وتعالى من علوم الآخرة ومن علوم الدنيا، وعلى ما سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى علمه صنع الدروع وما إلى ذلك والتسبيح وغير هذا. نعم. وهذا من فضل الله، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم. هذا الآيات ستأتي بإذن الله تعالى في وقت لاحق، والآن ننتقل إلى قصة أخرى من قصص داود عليه الصلاة والسلام. نعم. الآن نقرأ في سورة صاد. نعم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذن هذا أيضا للتشويق، هل أتاك نبأ الخصم، يعني رجل تخاصم مع آخر، مع أخيه، سواء في النسب أو في الأخوة في الدين أو في مثلا يعني صداقة وكذا. نعم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، يعني تسلقوا المحراب. المحراب المكان الذي كان ينقطع فيه داود عليه الصلاة والسلام للعبادة. وداود عليه الصلاة والسلام هو الخليفة الثاني. الخليفة الأول من هو؟ خليفة الأول إني جاعلك في الأرض خليفة، آدم عليه الصلاة والسلام. الخلافة ما ذكرت في القرآن ذكرت أول ما ذكرت لآدم، ثم ذكرت لداود عليهما الصلاة والسلام. نعم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إذن هو الخليفة الثاني الذي ذكر في القرآن، داود عليه الصلاة والسلام. علاقة داود عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة أفضل القيام، قيام من؟ قيام داود عليه الصلاة والسلام. كان ينام كم؟
نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام السدس، يعني تقريبا تقسم الليل من المغرب إلى الفجر تقسمه على ستة، يعني عندنا المسألة من ستة في الفرائض، النصف ثلاثة والثلث اثنين والسدس واحد، يعني هكذا يقسم الليل إلى ستة أقسام، ثلاثة أقسام ينام هذا أول الليل، ثم يقوم ثلث الليل يعني قسمين ويبقى قسم ينام فيه. لو قال قائل طيب لماذا لا ينام الثلثين ويقوم الثلث؟ تصبح المسألة من كم؟ من ستة أو من ثلاثة لا يفرق، يعني إذا كانت من ستة ينام أربع ساعات ثم يقوم ساعتين آخر الليل. قال لا، هذا يكون أقوى وأنشط له على القيام لصلاة الفجر أولا، الثانيا يقول أبعد عن الرياء، لأن الآن يعني ما أدرى أنا هذا عندما يستيقظ الآن لصلاة الفجر متعب وكذا لا أحد يدري أنه قام الليل، بخلاف لو كان مواصل تراه أنه مواصل وقائم الليل وقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت، لأنهم في ذاك الزمن يعني كان السهر الغالب على هذا. إذن أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوم ويفطر يوم، لكن طبعا دون أن يصوم الأيام منهي عنها مثل يوم العيدين ويتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين وغير هذا. طيب قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، لماذا ذكر هنا؟ قال وآتينا داود زبورا كما آتينا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الزبور هو الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام يسمى قرآن كما ورد في الحديث يسمى قرآن. نعم، ويسر الله سبحانه وتعالى لداود أن يقرأ الزبور، وكان إذا قرأ يعني صوته ندي شجي، وحتى أن الله سبحانه وتعالى جعل من آيات داود عليه الصلاة والسلام أن الجبال تسبح معه، وكذلك الطير محشورة تحشر تقف في السماء. نعم، وغير هذا من الفضائل التي تأتي معنا بإذن الله تعالى، وألنا له الحديد مثلا. نعم، الآن وهل أتاك نبأ القوم إذ تسوروا المحراب، دخلوا على وقت داود عليه الصلاة والسلام يتفرغ فيه للعبادة يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يفصل بين الناس، إذ تسوروا المحراب. نعم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وهل أتاك يعني أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه، وهذا للتشويق، إذ تسوروا المحراب يعني دخلوا على داود عليه الصلاة والسلام في وقت لا يدخل عليه فيها أحد. نعم، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، فزع منهم لأنهم كيف يدخلوا بهذه الطريقة لا يستأذنوا، ودخول البيوت من أبوابها ولا بد من الاستئذان، ففزع خاف منهم، وهذا خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه الإنسان. نعم، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف. طيب بعد هذا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. الآن تعدوا عليه بأن دخلوا بدون استئذان وتسوروا المحراب، وبعد هذا أيضا تعدوا عليه بماذا؟ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بإيش؟ بالحق. طيب هو نبي الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق اعدل هذا كلام حق لكن أريد به الباطل، لمن يقول اعدل؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة عليه الصلاة والسلام؟ فقال إذا تعدوا الآن على داود أيضا، قال احكم بيننا بالحق ولا تشطط، نعم، واهدنا إلى سواء الصراط. نعم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لهم يعني بالغضب أو بالسب أو بالشتم أو كذا، رضي بهذا الكلام لأنه يعني حق
وما تكلم. نعم عليه الصلاة والسلام، وهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. نعم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. إذن تكلم أحد الخصمين وقال أن له إن أخي هذا له 99 نعجة. النعجة هنا نعجة، ويقول بعض علماء التفسير أنه لا يمكن أن نحمل اللفظ هنا إلا على ظاهره أنها نعجة، ليست زوجة وليس كذا. وكذلك لا يمكن أن يصدق ما يأتي في الإسرائيليات من الكلام والقدح في نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى كداود عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يثبت فيه شيء شرعا، وينزه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن هذا. إذن هذه القصة أن هذا تخاصم مع هذا، عنده 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها يعني اجعلها في كفالتي، كيف أنت تخرج إلى الرعي وكذا، اجعلها معي. وعزني في الخطاب يعني تكلم بكلام بليغ وكذا حتى ضم هذه النعجة إلى نعاج. نعم. ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. نعم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا الحكم الآن من داود عليه الصلاة والسلام على ما ظهر لديه، لأنهم في أول الأمر ظهر منهم أنهم أظهروا الحق له، و حتى الذي يقول أنه لم يسمع من الطرف الثاني يقول أنه لا داعي، لأن هذا الأمر يعني قد أوضحوه له. والإشكال ليس هنا، يعني الإشكال الذي يورد بعض الناس من أن داود عليه الصلاة والسلام سمع من الطرف الأول أم لم يسمع من الطرف الثاني، لأن القضية واضحة. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. نعم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الواقع أن كثير من الشركاء يحصل بينهم الخصومة ما إلى ذلك إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم انتهت القضية الآن. نعم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. القارئ هذا الآن هو الإمام، فلو يعني هذا القارئ الآن سجد لسجدنا، وهو الآن لم يسجد إذن لا نسجد. كذلك الإمام عندنا لو قرأ آية سجدة وسجد سجدنا، وإن لم يسجد لم نسجد. داود عليه السلام علم أن هذه يعني هذا الأمر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ يوضح الآن الآية التي تليها. نعم. قال فغفرنا له ذلك. الله سبحانه وتعالى غفر لداود هذا الأمر ولم يذكر لنا، إذن ما نذكره. نعم. لا ندري ما القضية، ماذا حدث. نعم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم. هذا في الدنيا غفر الله سبحانه وتعالى له، وفي الآخرة له المقام العالي وحسن مآب. نعم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس
الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ما علاقة الآن هذا المهم والله أعلم، نحن نمشي خطوة خطوة ونتناقش لا إشكال. الآن الله سبحانه وتعالى بعد هذه القصة قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. ما مناسبة إيراد هذه الآية بعد القصة هذه التي وردت؟ ها من يقول لي ما العلاقة؟ ما علاقة هذه الآية بما تقدم من هذه القصة؟ قلنا أن داود عليه الصلاة والسلام كان كثير التعبد لله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم دخل إلى محرابه وانقطع عن الناس. الله سبحانه وتعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني لم نجعلك ولم نبعثك ولم نرسلك حتى تنعزل وتنغلق عن الناس، بل جعلناك خليفة، اخرج إليهم ولا تنعزل عنهم وكن على ما بعثك الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى هذه العبادة، لكن العبادة المتعدية أولى من العبادة القاصرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقالوا هذا الشاهد أن هذه القصة وورود هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أراد من داود عليه الصلاة والسلام أن يحقق هذا الذي بعث من أجله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. نعم، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طيب، إذن هذه القصة قلنا أنها نعجة على الحقيقة على الأصل، وبعض العلماء يقول لم يرد في اللغة العربية أن المرأة يطلق عليها نعجة، وما ورد يعني من إسرائيليات وما إلى ذلك هذا ينزه عنه بعض الصالحين، فما بالنا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت هذا. والواجب علينا أن ننزه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من هذه الأشياء التي رمى بها بنو إسرائيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقلنا لم يسلم منهم نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يعقوب عليه السلام، بل قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الله سبحانه وتعالى امتن على داود عليه الصلاة والسلام أن آتاه الله الحكم والنبوة، وفي قصة التي يعني وردت على داود وقال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، ففهمناها يعني هذه القضية فقط ففهمناها سليمان، وحتى لا يتبادر إلى ذهن إنسان أن هناك شيء من النقص أو شيء غير هذا، حتى لا يتبادر إلى ذهن أي إنسان شيء، قال وكلا آتينا حكما وعلما. والناظر في القضية الأولى حتى في القضية الثانية قضية المرأتين كذلك، أن الذي قضى به داود عليه الصلاة والسلام حق، والذي قضى به سليمان عليه السلام لأنه استعمل الحيلة حق، في قضية
إذ نفشت فيه غنم القوم أيضا كذلك قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما حتى لا يظن ظان أن الذي قضى به داود عليه الصلاة والسلام ليس بحكم حق وصدق. وما أسهل الكلام، ما أسهل أن الإنسان أحيانا يتكلم وينتقد وكذا، لكن لو وضع في المحك ما صنع شيئا. يعني الآن بعض الناس مثلا يقول فلان هذا يقرأ ويخطئ، طيب تعال في مكانه. وبعض القراء، أحد القراء الكبار يقول انتقدت على طالب خطأه في قراءة في أحد قصار السور، فتقدمت لأصلي بالناس فأخطأت في الفاتحة. في أشياء يعني لا يلام عليها العبد، يخطئ، كل بني آدم خطأ، والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر، وهم أبعد الناس عن المعاصي، عن الكبائر، عن هذه الأمور التي يعني قد أدخلت في كتب التفسير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.